الاسم محمد عامر عقوب، مدير مكتب الشؤون الإدارية في مكتب شؤون مخازن زليتن، بخصوص توريد الكتاب المدرسي. تم توريد 8 عناوين بالتعليم الأساسي، 4 عناوين مكتملة العدد المطلوب، و4 عناوين تم توزيعها بالنسبة من المخازن الرئيسية. بالنسبة للمواد الأربعة هذه مكتملة العدد المطلوب نتاعها، و4 مواد هذه جاية ناقصة تم توزيعها بالنسبة لأنها رصيد متبقي من العام الماضي عندهم، فوزعوها بالنسبة على المناطق. 15 ولا 20 يوم فاتن يعني. يوجد أي من صدور أو مقاعد أو شيء؟ والله إلى حد الآن لم يتم توريد أتات إلى مدينة زيتن. عندنا مدارس مكتملة ونستنوا في الأتات متاحة على أساس يجيها من طرابلس، يعني في مدارس بناء جديد. هل يتم التوزيع على الكتاب المدرسي على كافة الفروع الكاملة؟ كافة الفروع ناخذ آلية التوزيع كل يوم يجينا من جميع المكاتب الخدمات التعليمية، ناخذه من جميع المناطق، ناخذه في 20 مثلا 25 مدرسة من جميع مكاتب الخدمات.